بلا مولينا دجاج الهملا كر هذا غادي نتو وهذا الكر اي طير تبغي تعرفو يا فلاش يا بالكبر الكر العين دايره عنده الشقه في الراس نسوه شنويه عينها مجبده وراسها ملف هادي باش كتعرف النسوه لا في المقنين لا في الوطوار لا في اي فرح سبحان الله 4 اورو 40 درهم 40 درهم الرجو هذا دجاجه بيضاء جميل الدكور ما شاء الله 150 درهم 15 اورو مال مقنين هادو الإناث 40 درهم أرنب ديال المتر مولينا فيش نخدمين عندك ما شاء الله نمشي وكاش توكل مزيان كاش الحمد لله اللهم يسر خويا تبارك الله الورقه ديالهم ديال بيديغري تبارك الله شحال عنده في السن تقريبا 21 زيادة 21 اللي باق في رجليهم شحال كيبقى اخويا 1500 درهم شي حاجه روعه ما شاء الله 150 اورو كوب المولين تبارك الله الله يبارك ما شاء الله المال هو اللي في اليمن النسوه هي اللي حدا الشرابه لا تكرهوا واللي هبط دابا للارض الفوماليه اللي بقات فوق ما شاء الله الله يبارك الله يسر امور خويا قول لي رقم الهاتف خويا 0661 0661 52 87 87 95 كاين المليح خويا ديما المليح كر هذا غادي نتو وهذا ذكر هاد الثاني ذكر هذا ذكر باين المنيق غير طويل العين دايره الراس مبريسي الجناح نوار هذا حتى هو ذكر كاين تعلمت علمتيني شحال اخويا رش ها حتى ما كيبقى في السوق الان اقول لنا قلنا لا ما عمرك حبيتي علينا لا لا ثمن ديال السوق كل واحد شحال كيدير الطاير هما راقيها مزونين قدام رشيد زعما المليح ياك كاين خويا ديما المليح ديما المليح موساج خلي رشيد حلي هذا مقنين ما شاء الله طلع مرحبا بك شحال عنده قفز خويا عام ونص ما شاء الله جدر اصله خلوي تبارك الله تغريد كاين شي تغريد زوين داخل في غيار الريش شحال ثمن اخويا هو راه واحد القرصه فيه باغي فيه 500 درهم 50 اورو واش خلي لنا ديالك قول لي 06 63 35 76 61 تخير خويا هذا نشوى تبارك الله خويا عبد الباسط انا جيت حدا صحاب الطيور كنقلب عليك ما لقيتك شحال خويا طورا 40 درهم اخي دابا انتاوي انتاوي 150 اورو كاين الذكور 150 اورو 150 درهم عفوا هادو الاناث 40 درهم الله يبارك هاد الذكور ما شاء الله 150 درهم 15 اورو مال مقنين الله يسر الاخوان يا هادو الاناث 40 درهم 4 اورو 40 درهم 40 درهم
بس خلي شي وسيله اللي بغى شي لعيبه يتواصل معاك ولا لا؟ قيسر خويا الامور. هنايا كاين الارنب ديال الميتر هادي نشوى ذكر نشوى شحال الثمن ديالها؟ 150 درهم 15 اورو زيد ورينا اش كاين اخر كاين عنده ربعه الله يبارك هادي ذكر نشوى نشوى حتى هي شحال الثمن؟ حتى هي 150 15 اورو ما حاملين ما والو دارين جيبوا مخوشي ملقحاش الله يبارك وهذوك الاخرين اللي معاهم الديكور ديالهم لا هادو تما ايناش هذا ذكر باش خلي النمره ديالك 06 18 58 89 89 08 اللي بغى الارنب ها الراجل خلينا لكم النمره ديالو الله يبارك شكرا سيدي اي طير اي طير تبغي تعرفو يا فلاش يا بن كبر ذكر العين دايره عنده الشقه في الراس نسوه شنويه عينها مجبده شكون بحال البيضه وراسها ملف هادي باش كتعرف النسوه لا في الموقنين لا في الوطواط لا في اي فرح سبحان الله النسوه كتكون شنويه بيضاويه العين بيضاويه ما عندوش ديك ديك القنيته هذه ما عندوش ما عندوش تكون دايره ذكر النسوه كتكون عندها واحد القنيت بحال هكا فهمتي بحال هكا تحامر ما تقلبش الودع ما تقلبش هذا دابا قول لينا دابا هذا خويا واش ذكر ولا نشوى هذه نشوى نشوى برافو امولا ومبروك عليك راه النشوى راه احسن من الذكر علاش غادي تفرخ عندي مدة سنة عبد العام كل حسن وحتى انا ما كيعد مول عبد العزيز السلام عليكم شنو هو ده عزيز؟ شنو هو؟ مولينا مولينا ذكر نتوا؟ تكير اعطيه الخص الله يبارك يضرب علينا في الخص هذا فاطر بلا صلاة شحال هذا عبد العزيز؟ 900 درهم الله يبارك ذكر نتوا تكير غار لينا المقانن هزه هزه مع كورة قدام هادو فريخات ديال المقانين شحال عندهم عبد العزيز؟ شهر كورة كورة مال شحال عزيز هنا؟ 170 درهم 17 اورو مال مقنين النمرة ديالك عبد العزيز 06 48 65 30 15 كاين المقنين وكاين هذاك اللي مليها شنو؟ المولين فريخات ما شاء الله هذا قرية شحال عنده خويا كاجر؟ جوج سيمانات الله يبارك شحال ثمنه؟ 170 درهم مزون مزون كيضرب غير الزوان الطيك الله يبارك قرية ما شاء الله 17 اورو الله يسر الامور خويا براهما ياك خويا براهما دجاجة في الروج ديك الرجولة شحال ديالو؟ 150 درهم 15 اورو مال براهما هذا سيدي هذا الدجاج سيدي هذه دجاجتك في الروج هذا شمن فصيلة دجاج دجاج العملة دجاج العملة الاسم ديالو العلمي استرالو استرالو الدجاج الاسترالي شحال ثمنه 150 درهم باش خلي نيميرو الهاتف اللي بغا ما يتواصل معاك 06 72 96 13 25 واخا شديتك معاه امولا شنو كاين ديال اش البيض اللي كاين كاين البيض ديال البراهمه وكاين البيض ديال هذا
كاين البيض ديال البراهما الاخوان. شكرا خويا، تحيات المقليين الزين. الله يبارك.140 درهم الفرخ، 14 اورو مال مقنين. هنايا كاين الإناث. $5 أو 5 أورو الإخوان، 50 درهم. الله يبارك. هادو عاطين الزراعة كحلة، هادو باقي الجداد شوية. وهنا كاين واحد العشيشات، ديما شاد العشيشات. وطواط هادو بولبول، طائر البولبول. خد ديال الكناري. كوبلة سيدي. كوبلة. خدموا مازال. النشوة خدماش، المال مازال. شحال الثمن ديالها؟ 180. 180 درهم كوبل كناري. الروج هو هذا، دجاجة بيضاء. جميل. كولور ما شاء الله. 300 درهم. جوج خويا. 30 اورو كوبل ناكازاكي. صاحبي. فيديو غيدوز في يوتيوب وفيسبوك، تخلي النمرة ديالك. لا طيب سر تريهم في يومي خويا دو في يوم شحال في يومي 17 درهم مخلطين هنا راه غيكونوا اناث وذكور في يومي كشاكيش حمام الفري كوبلات خويا دو هاد الكوبلة هادي شحال؟ هادي 60 درهم 6 اورو هاد الكوبل خويا حتى هي 6 اورو باقي صغار شوية كيبان لي باقي فيهم هذاك باقي كيصفيو هادو صغار بزاف هادو شحال تقريبا عندهم شهرين هادو شحال خويا هادو 50 درهم الكوبل ياك 5 اورو هادو ولاد هاد هادو كشاكيت ديال الخليط شحال عندهم خويا هاد 16 يوم كان الجول في العمر ديالي واه برافو ها الكشاكيت ما شاء الله كشاكيت ديال الخليط في العمر ديالهم 15 يوم ما شاء الله الوان اشكال ثمن الواحد خويا 15 درهم 15 درهم مقريطين مزيان تبارك الله اش كاين هنا خويا؟ براهما كاين نيكريز كاين براهما كاين صابيل كوش كاين السيماني نعت لي بيدك السيماني هو الكحل براهما صابيل كوش السيماني فروج دجاجة قعدوا لي نشوف ليه وجهه الله حبيبي تبارك الله الدجاج الاسود شحال ثمنه؟ 250 درهم 25 اورو البراهما قاعد لي البراهما شوف لي وجهه ثمنه شحال البراهما؟ 150 15 اورو قاعد لي صافي الحوت تبارك الله جميل 100 440 اورو دجاجه دجاجه ما شاء الله عندهم هنايا شي حاجه شنو هما هادو خويا؟ تما صابيل بوت نفس الثمن
لا 200 درهم. 200 درهم عندهم حميمات دراري فيديو غيدوز في يوتيوب وخلوا رقمكم قول لي 06 65 95 95 91 81. عفوا دراري شكرا غيسر او الشيشات ديال البلبل هذا فيه 3 250 درهم اللي هي 25 اورو فوالا حيدي هذا فيه 2 15 اورو اللي هي 150 درهم كاين هذا عند الاخ هويا هذا كيقول فيه 10 اورو 100 درهم تبارك الله